السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة Respiration in Living Organism. يلا نبدأ، بسم الله. The first question: In the opposite figure, in which of following parts the air that enters into the two lungs is moistened؟ يعني في أي مكان بيتم ترطيب الهواء اللي بيدخل للتو لانجز؟ طبعا إحنا عارفين إن النوز هنا فيها ميوكس بيعمل على moistening، ترطيب الـ air before entering the the lung. فاحنا بالنسبة لنا هنا عندنا النوز اللي هي number 2، يبقى عندي الانسر part number 2. نشوف كده البيانات معانا يا شباب علشان ايه نكون عارفين. number 2 ده نوز، 3 ماوس، 1 هنا pharynx، 4 larynx، number 5 trachea، number 6 lung، 7 مشاور لي هنا على احد تفرعات التراكيا يبقى ده برونكس، 8 التفرعات اللي طالعه من برونكس دي برونكيولز، وهنا number 9 alveoli، الحويصلات الهوائيه. تمام كده شباب؟ فلما يسألني فين المايستنينج، الترطيب، هنقول له في نمبر البارت نمبر 2 اللي هو النوز. نكمل، بيقول لي نمبر 2 وير از ذا ميوكس بريزنت، هو الميوكس موجود فين؟ طبعا كلنا عارفين ان الميوكس موجود along the respiratory tract، على طول القناه الايه التنفسيه. طيب بيقول لي ان one only، one اللي هو الفيرنكس only، ولا two only اللي هي النوز only، ولا seven only اللي هي البرونكس only، ولا two seven يعني موجود عندنا في النوز وكمان في البرونكا وكمان في البرونكس. يبقى الانسر معانا فعلا هو موجود عندنا في الريسبيراتوري تراكت، من اول النوز هنا تراكيا برونكس والاي والبرونكيولز، فهناخد الانسر معانا دي اللي هي 2 اند 7. نكمل البوينت 3، بيقول لي وات از ذا بارت ذات ريبريزنت ذا فويس بوكس. طبعا احنا عارفين الفويس بوكس اللي هو اللارنكس اهو، اللي هو البارت نمبر كام؟ 4. يبقى ده اللارنكس، الفويس بوكس هو اللارنكس. which of the following structures doesn't consist of cartilage، مين من دول ما بيتكونش من كارتيلاج؟ طبعا احنا عارفين ان التراكيا القصبة الهوائية والبرونكاي والبرونكيولز كلهم بيتكونوا من كارتيلاج. نشوف كده، بيقول لي نمبر 5، طب ما احنا 5 تراكيا دي بتتكون من كارتيلاج. نمبر 6 ذا لانج، اللانج نفسها ما بتتكونش من كارتيلاج، هتبقى هي معنا الانسر. طب 7 و8 البرونكس والبرونكيوز لا بيتكونوا من كارتيلاج. تمام كده شباب، نكمل نمبر 5، بيقول لي which of the following structures is or are rich in blood capillaries، غنيه بالبلود كابيلرز اللي هي الشعيرات الدمويه. طبعا احنا عارفين ان البلود كابيلرز موجوده عندنا في النوز اللي هي نمبر 2، وكمان البلود كابيلرز الراوند الفيولاي، الالفيولاي عندنا نمبر 9، يبقى الانسر معانا 2 و9. طب نشوف كده مع بعض، ادي الالفيولاي يا شباب وهي سراوندد بالايه بنتورك اوف بلاد كابيلرز. وطبعا احنا قلنا انه بيفضل التنفس من النوز عن الماوز، وده علشان كمان ان النوز دي تعتبر وورم باسج، ممر دافئ، لان هي مبطنه بنيوميراس بلاد كابيلرز. تمام كده، يبقى فعلا هناخد البارت نمبر 2 اللي هو النوز، و9 اللي هو الالفيولاي، هما اللي فيهم بلاد كابيلرز شعيرات دمويه. نكمل كده نمبر 2، بيقول لي the cilia that are present in the trachea، السيليا الاهداب اللي موجوده في التراكيا work on pushing، بتعمل على دفع the mucus with the tiny foreign particles toward the، هي بتدفعهم، يعني لما يكون هنا حصل بالخطا error مثلا الابيجلوتس ما قفلش الفتحه بتاعه التراكيا، وبالتالي في اي حاجه او اي foreign body يعني جزء من الفود دخل جوه التراكيا، بتبتدي السيليا اللي موجوده جوه التراكيا تدفع الايه او تطرد اكسبل اوت، بتطرد الفورين بادي ده. طب بتوصله لمين؟ بتوصله للايه؟ للفيرنكس. طب دي معلومه هو جايبها لنا صريحه. تمام شباب، هنا هو بيكلمني عن الفانكشن بتاعه السيليا، ادي التراكيا اهو معانا، بيقول السيليا، السيليا دي beat upward to filter air passed through it by moving the small foreign bodies to the pharynx، اهو جايبها to the pharynx، يبقى الانسر معانا هتبقى pharynx اللي هي number C. تمام كده.
طب نكمل. بيقول لي which of the following isn't performed by respiratory tract، مين اللي ما بتقومش بيه القناة التنفسية؟ filtering the air، فلترة الهواء، moistening the air، ترطيب الهواء، warming the air، تدفئة الهواء. طبعا احنا عارفين كل ده بيتم عن طريق مين؟ النوز اللي هي في بداية الريسبيراتوري تراكت. اما الجازس اكس تشينج، تبادل الغازات، ده وظيفة مين؟ ده وظيفة الالف لاي اللي هي الحويصلات الهوائية. يبقى كل ده اهو بيقول لي هنا which of the following isn't performed by respiratory tract، يعني كل دول بتعملهم الريسبيراتوري تراكت ما عدا اكس تشينج جازس، لان دي وظيفة الالفيولا. تمام كده شباب. شوف question 4 بيقول لي which of the following doesn't or don't affect the rate and depth of respiration، مين اللي ما بيأثرش على معدل التنفس؟ معدل يعني المفروض ان في هنا 3 factors، 3 حاجات بيأثروا على معدل التنفس، وحاجة واحدة بس هي اللي ايه، هي اللي متأثرش. طب يلا نشوف كده. اول حاجة بيقولي physical exercise، طبعا التمارين الرياضية لما بنعملها ده بيزود الريت بتاع الريسبيريشن، يبقى دي معايا. الريشيو of each of oxygen and carbon dioxide in atmospheric air، ايوه طبعا الريشيو، يعني لو الريشيو بتاعت الاكسجين دي قلت دي بتزود من معدل مين؟ الريسبيريشن. او الريشيو بتاعت الكربون دايوكسيد لو زادت في البلد بتعمل suffocation، بتزود الريت بتاع الريسبيريشن. طب الريسبيراتوري انزيمز لا مش مؤثره، احنا اخدناها في السيلولار ريسبيريشن. طب سايكولوجيكال ستيت، الحاله النفسيه، اه طبعا في حاله الجوي الفرح بنلاقي ان ايه الريسبيريشن ريت انكريز، ولو في حاله جريف حزن او سادنس بنلاقي ان الريت بتاع الريسبيريشن ديكريز. يبقى الريسبيراتوري انزيم هي اللي دازنت افكت ذا ريت اوف ديبس اند ديبس اوف ريسبيريشن. تمام كده كمل. بيقول لي هنا في كويستشن 5 the opposite figure illustrate one of the biological cycles that happen in the plant، يقول لي السايكل دي بتحصل في البلانت. تمام. if you know that، لو انت عرفت ان الليتر A represent carbon dioxide and water، يبقى اكتب كده على الليتر A ان هو CO2 plus H2O. تمام كده. what do the letters B C D and E represent، عايز ال B C D E. طب يلا نقول كده مع بعض، هنا كربون دايوكسيد بلس ووتر، وهنا اورجانيل ها بي بيدخله لايت، يبقى اكيد بي دي معانا هي الكلوروبلاست البلاستيده الخضراء. ليه؟ طالما داخل لها لايت يبقى هيتم فيها عمليه الفوتوسينس. طب لما بيتم فيها عمليه الفوتوسينسز ايه الناتج من اتحاد الكربون دايوكسيد بلس ووتر في وجود السن لايت؟ بيتكون عندنا الجلوكوز والاكسجين. تمام. طيب وبعد كده الجلوكوز ده بيدخل على مين عشان يدي انرجي؟ حرف الاي يعني انرجي، بيدخل على حته اسمها الميتوكوندريا اللي بيحصل فيها اوكسيديشن اوف جلوكوز. تمام. عشان يطلع انرجي اللي هي مين؟ اللي هي الاي تي بي. تمام كده يا شباب. طيب نمشي كده مع اللي احنا عملناه، نشوف كده احنا عندنا هو عايز يبتدي من بي، بي قلنا عليها كلوروبلاست، يبقى الانسر يا اما اي يا اما بي. خلاص كده. طيب نكمل. بيقول لي هنا ان سي جلوكوز واكسجين، يبقى هنا احنا في الانسر نمبر بي جلوكوز واكسجين. تمام. طب نتاكد، بيقول لي ان دي ميتوكوندريا، ايوه قلنا دي ميتوكوندريا، وحرف الاي انرجي يعني اي تي بي. تمام. يبقى الانسر معانا نمبر بي. والسايكل دي مرسومه عندنا بالشكل ده يا شباب كده، هنشوف اهو السايكل موجوده معانا، ادي الجرين بلاستيد اللي هي الكلوروبلاست بيدخل لها اللايت والكربون دايوكسيد بلس اتش 2 او، وبعد كده تعمل فوتوسينثيس بروسيس تنتج الجلوكوز بلس اكسجين. الجلوكوز ده بيحصل له اوكسيديشن انسايد ميتوكوندريا تو برديوس انرجي ان ذا فورم اوف اي تي بي، وبينتج عنها H2O and CO2 which are used، اللي بيرجعوا يستخدموا تاني في الجرين بلاستيد عشان البلانت يرجع يعمل فوتوسينثيس بروسيس. هي دي السايكل بس عاملها لي بالمنظر ده. طيب نشوف كده question 6 بيقول لي which of the following statement doesn't agree، لا تتفق with the respiration process، ما بتتفقش مع عملية التنفس. بيقول لي all the living cells respire، لا دي تتفق، كل الخلايا الحية بتعمل respiration. an amount of sugar is released from it، في شجر سكر بيخرج من respiration، لا ده اللي لا يتفق طبعا، مفيش حاجة اسمها ان الشجر بينتج من الفوتوسينثيس بروسيس مش من respiration. تمام. plant respire day and night، ايوه النبات بيتنفس ليل ونهار لانه هو living organism زيه زينا، بياخد الاكسجين في عملية respiration وبيطلع الكربون دايوكسيد. plant respire oxygen and release، لسه قايلينها حالا، plant respire oxygen and release carbon ايه دايوكسيد. امال امتى العكس؟ لما يجي يعمل الفود بتاعه بالفوتوسينثيس بياخد الكربون دايوكسيد وريليز الاكسجين. تمام كده.
شوف question 7 باللي from the opposite figure which of the following structures contains the highest concentration of CO2 gas. عايز اعلى concentration من الكربون دايوكسيد جاز. طب نشوف الرسمة دي عبارة عن ايه. number 3 اللي هو مشاور عليها دي كلها عبارة عن alveoli، هي كلها alveoli محاطة. اللون الريد مع البلو ده عبارة عن blood capillaries، network of blood capillaries اللي هي شبكة من ايه، من شعيرات دموية. تمام يا شباب؟ طيب طبعا احنا عارفين ان الاير اللي بيدخل جوه الالفيولاي بيبقى فيه غاز مين؟ الاكسجين. الاكسجين موجود هنا في الالفيولاي بتسلمه للبلد اللي موجود في البلد كابيلاريز. يوم البلد اللي موجود في البلد كابيلاريز يبتدي يطلع لها الكربون دايوكسيد، يعني الازرق ده كله عند اللون الازرق ده كله كربون دايوكسيد، يفضل يتجمع 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 اهو. يبقى احنا عندنا ادي الايه، الكربون دايوكسيد هو اللي موجود عندنا في نمبر 2. يبقى اعلى حاجه موجود فيها الكربون دايوكسيد هو نمبر 2. تمام كده؟ طيب نشوف الكويشن 8 بيقول لي which of the following statement doesn't agree with the reason for the speed of the blood transport to oxygen. يعني مين من العبارات دي لا تتفق مع عمليه نقل او سرعه نقل الدم للايه، للاكسجين. That is present in the two lungs. يعني هو بيتكلم عن سرعة نقل الدم. طب يقول لي أول حاجة كده في نمبر A. Air that enters the two lungs contain greater amount of oxygen than the air come out of them. يعني الهواء اللي داخل اللنج بيبقى فيه أكسجين أكتر من الهواء اللي خارج. طبيعي يا جماعة المعلومة دي معلومة صح 100%، بس ملهاش علاقة بالسبيد اوف بلاد ترانسبورت تو اوكسجين، ملهاش دعوه بسرعه. هو بيقول ان الدم او سوري الهواء اللي داخل التو لانجز فيه كميه اكسجين اكبر من اللي خارجه، معلومه صح، بس ملهاش علاقه بالسرعه بتاعه نقل الدم للايه، للاكسجين. فتبقى الانسر معايا نمبر A. طب نشوف الباقي بقى. بيقول لي the alveoli are surrounded by huge network of blood capillaries. ايوه طبعا، محاطه بشبكه من الشعيرات الدمويه. لسه قايلين حالا الهواء اللي جوه الالفيولاي الاير ده داخل فيه اكسجين، الاكسجين الالفيولاي بتبتدي تسلمه للبلاد كابيلاري، والبلاد كابيلاري بتبتدي تسلم الكربون دايوكسيد لمين؟ للهواء اللي موجود في الالفيولاي عشان يطلع في عمليه الاكسهيليشن. تمام. طب بيقول لي ذا سيل وول اوف الفيولاس السن. ايوه الجدار بتاع الالفيولاي بيبقى سن، والسيرفيس اريا بتاعته لارج. ده طبعا كون ان الجدار بتاعها سن ده بيسهل عمليه الاكسشينج اوف جازز، يبقى بيأثر. The oxygen concentration in blood is less. تركيز الأكسجين في الدم أقل من concentration بتاعه في الألفيولاي. أيوة طبعا، لأن الألفيولاي هي اللي بيدخلها الأير اللي فيه أكسجين، فبتبتدي تسلم الألفيولاي دي الأكسجين اللي معاها لمين؟ للبلد. يبقى تركيز فعلا الأكسجين في البلد بيبقى أقل من تركيز الأكسجين فين؟ في الألفيولاي. تمام كده شباب، نكمل. بيقول لي هنا في question 9 which of the following graphs represent the relation between، بيمثل العلاقة ما بين مين ومين. أول حاجة the rate of oxygen diffusion، معدل انتشار الأكسجين، and the thickness of alveolus wall، سمك الجدار بتاع الايه، الحويصلات الهوائية. طب ما احنا لسه قايلين ان الجدار بيبقى سمكه رقيق thin عشان يحصل الجاز اكسشينج بسرعة. تمام. طب لو هو thick، او يعني مثلا لو اخدنا الشكل ده الوول thickness، كل ما يزيد الثيكنس بتاع الالفيولار وول الاقي هنا الريت اوف اوكسجين ديفيوجن ديكريز، علاقه عكسيه. تمام. يبقى الانسر معانا نمبر بي، لان احنا قلنا ان المفروض ان الوول ده يكون ثين. طب لو هو بقى ثيك، لو زاد السمك بتاعه الريت اوف اوتو ديفيوجن ديكريز. تمام كده. نشوف الكويستشن تاني. بيقول لي what are the main sites، ايه هي الاماكن او المواقع الرئيسيه for exchanging gas in بلان. طبعا احنا عندنا exchanging gas بيتم في الالفيولاي. طب بالنسبه للبلان بيتم في الاستوماتا. الاستوماتا دي الصغور اللي بتبقى موجوده على الورقه، بتبقى زي تيني اوبننج، فتحات صغيره من خلالها بيتم الديفيوجن اوف جازز. تمام. طيب نشوف question 11. بيقول لي what is the vital process illustrated by the opposite figure in the plant. نشوف البروسيس. بيقول لي الجاز اللي داخل ده هو الكربون دايوكسيد، والجاز اللي ناتج او اللي خارج هو الاكسجين. يبقى على طول امتى البلانت بياخد كربون دايوكسيد يطلع اكسجين؟ في الفوتوسينثيس بروسيس. تمام كده. يبقى الانسر نمبر سي. 12 بيقول لي in the opposite figure what does x represent. هو الاكس ده بيمثل ايه؟ يلا نشوف الرسم الاول. بيقول لي هنا light energy وده البلانت، يبقى اكيد الكلوروبلاست البلاستيدات الخضراء اللي في البلانت
هي اللي بتعمل ابزوربشن، تحديدا الكلوروفايل اللي موجود فيها بيعمل ابزوربشن لللايت ايه انرجي. يبقى هنا البلانت هيعمل فوتوسينثيز. طب ناتج عملية الفوتوسينثيز يعني العملية اللي فيها لايت انرجي دي بقول عليها فوتوسينثيز، تمام؟ طب نتيجة ان هو يعمل فوتوسينثيز بيطلع حاجتين، جلوكوز واكسجين. طب الاكسجين الموجود عندنا يبقى اكس ده هو مين؟ هو الجلوكوز، تمام؟ يبقى اكس ده جلوكوز وادي الاكسجين اللي هم نواتج عملية الفوتو ايه سينثيز بروسيس. الجلوكوز بيرجع ياخده بعد كده الانيمال لما بيتغذى على البلانت طبعا، وبيحصل للجلوكوز ده اوكسيديشن عشان ياخد منه الانيمال الثيرمال انرجي اميتد تو ذا ايه سراوندينج انفايرمنت، تمام؟ نكمل عندنا question 13 بيقول لي which of the following graphs show the change in the concentration تغير في تركيز الكربون دايوكسيد and the oxygen gases in blood inside the venules surrounding alveoli. ده بيكلمني هنا على الالفيولاي. طب الالفيولاي دي هي اللي داخل لها الاير بناخد منه الاكسجين، تمام؟ طيب لو انا بصيت كده يا شباب هلاقي عندي ادي الكونسنتريشن اوف جازز ان بلاد بالنسبة للألفيولاي، مين الجاز اللي داخل؟ الأكسجين. يبقى الأكسجين ده كده إنكريز. طب الكربون دايوكسيد بيتم طرده يبقى ألاقيه كده ديكريز. يبقى اللي ينفع معانا هي الأنسر نمبر A، لأن الأكسجين إنكريز والكربون دايوكسيد ديكريز لأن بيتم إيه طرده من خلال الألفيولاي في عملية الإكسهيليشن. نكمل كده مع بعض. عندنا question 14 بيقول لي the opposite figure shows an instrument، بيوضح لي جهاز used to measure the rate of respiration معدل التنفس in growing seeds في بذور نامية. ادي الجروينج سيدز دي معناها بذور نامية، تمام كده؟ which choice in the following table is correct. هو بيسألني عن ايه؟ بيسألني عن movement of fluid x. الفلويد x اللي لونه احمر ده حركته يعني هتبقى مثلا downward ولا upward، لأعلى ولا لأسفل. والfunction of fluid y وظيفة الفلويد اللي هو مين؟ واي. طيب يلا نقول كده مع بعض، احنا عندنا طالما دي growing seed بذور نامية يبقى اكيد هتعمل عملية respiration تنفس. طب لما تعمل تنفس بتاخد غاز مين؟ بتاخد غاز الاكسجين. يبقى هنا هتستهلك غاز مين؟ الاكسجين. يبقى هنا هيحصل consumption of oxygen gas. يبتدي بقى الفلويد اللي موجود هنا في X rises upward يرتفع لأعلى عشان يحل محل the consumed oxygen، يعني يحل محل الأكسجين اللي تم إيه استهلاكه، تمام كده؟ يبقى upward. يبقى أنا الأنسر معايا إما C إما D. طيب الفلويد اللي موجود تحت اللي هو Y ده وظيفته إيه؟ CO2 absorption ولا O2 production؟ لا أكيد CO2 absorption، امتصاص CO2. زي هو في سؤال بتمتص سي او تي، هناخده بعد شويه في السؤال اللي جاي. صوديوم هيدروكسيد سوليوشن ده سوليوشن اهو بيعمل ابزوربشن للسي او 2. طيب يبقى احنا نقول ان الجروينج سيت دي اخذت الاكسجين من هنا، تمام، بدات تعمل ريسبيريشن وطلعت كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ده مين اللي عمل له ابزوربشن؟ الفلويد واي، تمام كده؟ يبقى هنختار الانسر معانا نمبر سي. طيب حتة ان هو خد اكسجين وكمية الهواء قلت هنا يبتدي الفلويد ده يطلع هنا عشان يحل محل the consumed oxygen. نكمل عندنا هنا question 15 بيقول لي study the following figure then determine. يلا نشوف. هو جايب لي هنا four conical flasks، جايب لي الاولاني ده فيه sodium hydroxide solution ده بيعمل absorption للسي او 2 وده ليموتر ده اللي بيحصله turbidity لو فيه سي او 2، وهنا جرين بلانت بس عليه بلاك كفر. بلاك كفر يعني ما بيعملش فوتوسينثيز، يعني الجرين بلانت ده هيعمل ريسبيريشن عشان الجرين البلاك كفر ده هيمنع الفوتوسينثيز، وهنا برضو لايموت. وبيجي يسالني هنا بيقول لي which choice in the following table، اي اختيار في الجدول اللي قدامي ده show what happens to lymph اللي هيحصل لللايموتر في الفلاسك 2 و 4 after pumping air، تمام، بعد ضخ الايه الهواء. طب ابص كده بالنسبه للفلاسك ايه 2، مش هو بيقول لي 2 4، نبتدي ب 2 الاول. 2 هنا بامبنج مين؟ اير. هل كميه يعني هنا عندي بامبنج اير وحاطين صوديوم هيدروكسيد سوليوشن اللي هو ابزورب كمان سي او 2، طب بيمتص السي او 2، تمام. اساسا الاير نسبه الكربون دايوكسيد فيه قليله جدا 0.03%، يعني هي قليله يعني لوحدها اساسا ما بتخليش اللايم موتر يحصل له تربيديتي. امال كمان لو في صوديوم هيدروكسيد سوليوشن يعمل ابزوربشن للسي او 2 كده مفيش سي او 2 موجود، فبالتالي اللايم موتر هنا هتفضل كلير. يبقى عندي الانسر يا اما سي يا اما دي. طب هنا
هنا البلانت عليه بلاك كفر، يبقى مش هيقدر يعمل فوتو مش هيقدر يعمل فوتو سينسس بروسيس، وبالتالي العمليه اللي بيقوم بيها دلوقتي هي الريسبيريشن، يعني هياخد الاكسجين ويطلع كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد اللي هو هيطلعه هيروح لللايم ووتر ويعمل لها تربيديتي. تمام كده يا شباب؟ يبقى الاولى كلير والثانيه تربيد، يبقى الانسر معانا نمبر سي. نكمل نشوف عندنا هنا question 16، بيقول لي from the following graph، جايب لي جراف قدامي بيقول لي اي كولوم هنا لونه بلو هيبقى اكسجين، والبلاك كربون دايوكسيد، والايه والبينك نيتروجين. بيقول لي which of the following samples represent the air entering into the two lungs، الهواء اللي بيدخل للتو لانجز هو الايه الاتموسفيريك انفلوب، يعني الهواء بتاع الاتموسفيريك اير، الهواء الجوي العادي. نسبة الأكسجين فيه بتبقى كام؟ بتبقى الأكسجين فيه 21%، والكربون دايوكسيد 0.03%، والنيتروجين بيبقى 78%. تمام كده؟ طب نشوف كده الكلام ده موجود عندنا فين؟ لو أنا بصيت هنا ناخد كده إكس، إكس دي الأكسجين اللي فيها لونه أزرق ده أكتر من 20، شرطة صغيرة كده يبقى 21، والكربون دايوكسيد اللي هو الاسود صغير خالص اللي هو 0.03%، وهنا النيتروجين اقل من الايتي شويه يبقى 78%. يبقى الاكس ديت هي بتمثل لي الهواء اللي داخل لمين؟ للتو لانجز. طب نكمل في بوينت تانيه على السؤال، بتقول لي ايه؟ بيقول لي هنا which of the following samples represent the air coming out from the two lungs. طبعا الاير اللي هيخرج من اللانجز هيكون فيه كمية اكسجين اقل وكمية كربون دايوكسيد اكتر. طيب تعالوا ما نشوف كده في الرسومات اللي عندنا مين الانسب. لو احنا بصينا هنا على الشكل اللي هو رقم ال، النيتروجين طبعا ما بيتغيرش، زي ما بيدخل التو لانجز بيخرج منها تاني. طيب وهنا بدأ الكربون دايوكسيد اللي هو البلاك ده يزيد، والاكسجين ايه يقل، تنفع معانا؟ طب ما تنفعش زد؟ لا طبعا ما تنفعش زد يا شباب، لان هو عمر الكربون دايوكسيد ما هيوصل مثلا ل 30 او 40%، عمره ما هيوصل الكلام ده، ده هو بيخرج تقريبا 4% 4%. فهنا اللي تنفع معانا زد، ما تنفعش معانا. طب ما ينفعش الواي؟ لا ما ينفعش الواي، لان بيقول لي هنا ان الاكسجين خارج كبير جدا، يعني خارج بيقول لي اكسجين 40، اذا كان هو داخل 21 يخرج 40، فكده الانسر اللي هتنفع معانا هتبقى ال. question 17 بيقول لي the plant cell can form the high energy organic compound، الخلايا النباتيه تقدر تعمل المركبات عاليه العضويه عاليه الطاقه، يعني تقدر مثلا تعمل الجلوكوز تمام اللي بيتخزن عندها في سوره 16، then use them، وتقدر تستخدمه بعد كده to extract energy عشان تستخلص الطاقه، يعني دي عمليه، يعني من الاخر كده العمليه الاولى دي فوتو سينثيسيس بروسيس، والعمليه الثانيه عشان نطلع انرجي دي عمليه ايه؟ سيلولار ريسبيريشن. تمام كده؟ تمام. بيرجع بقى بيسالني this indicate that what happen in the، اللي بيحصل في ايه؟ اللي بيحصل في الميتوكوندريا is reversed in chloroplast. هو ما بداش بالميتوكوندريا، هو بدا بعمليه الفوتوسينثيز اللي بتتم في الكلوروبلاست. طب شوف بي بيقول لي what happen in the chloroplast is reversed in mitochondria. ايوه في حد ممكن يقول الاجابتين زي بعض، ما اللي بيحصل هنا عكس هنا واللي بيحصل هنا عكس هنا، ماشي، بس انا همشي على حسب الترتيب اللي هو قاله لي. هو ذكر لي الاول مين؟ هو ذكر الاول الفوتوسينثيس بروسيس، يبقى اللي بيحصل في الكلوروبلاست is reversed in the mitochondria. تمام كده يا شباب؟ طيب نشوف معانا question 18، بيقول لي the following figures illustrate three test tubes، which of the following choices shows what happened on their exposure to sunlight for several hours. طب تعالوا نشوف كده كل تيست تيوب فيها ايه، ولو تعرضت للسنلايت ايه اللي هيحصل. انا عندي هنا اكواتيك سنيل، يعني قوقع مائي، قوقع في الماء، وهنا اكواتيك بلانت يعني نبات مائي. طيب دلوقتي دول موجودين في السنلايت، طالما موجودين في السنلايت يبقى الاكواتيك بلانت ده هيعمل عملية فوتو سينسيس بروسيس. تمام كده؟ طب لما يعمل فوتوسينثيس بروسيس هيعمل ايه؟ هو هياخد السي او 2 ويبتدي يطلع الاكسجين، ده البلانت. طب والسنيل؟ السنيل هيعمل ريسبيريشن، تنفس. يعني ايه؟ يعني هو هياخد الاكسجين اللي طلع هنا من الفوتوسينثيس يعمل بيه ريسبيريشن، ويطلع مكانه كربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد ده يستخدمه
الاكواتيك بلانت في عمليه مين، يعني السي او 2 ده هيرجع تاني يستخدموا البلانت في عمليه مين، الفوتوسينثيز. يبقى هنا مبدئيا كده مش هيحصل اي تشينج. لو انا بصيت في الانسرز هلاقي التست تيوب نمبر 1 نو تشينج ان او 2 اند سي او 2 ليفلز موجوده معانا اهو، بس لسه هنشوف بقى الاجابات. طيب هنا بيقول لي ان الاكواتيك بلانت هو اللي موجود بس، يبقى الاكواتيك بلانت ده هيعمل ايه؟ هيعمل فوتوسينثيز، يعني هياخد البلانت ده هياخد ال سي او 2 ويطلع مين؟ الاكسجين. يبقى هنا هيبقى في زياده في انتاج الاكسجين، يبقى increasing O2 level. ايوه الكلام ده مظبوط. طب هنا مفيش بلانت، في سنيل هيعمل respiration. يعني ايه يعمل respiration؟ يعني هو هياخد الاكسجين ويبتدي يطلع كربون دايوكسيد، يبقى CO2 هو اللي هيزيد، يبقى increasing CO2 level. يبقى الانسر فعلا معانا نمبر D. نكمل، فاضل معانا 2 question اهم يا شباب. بيقول لي 19 the two opposite figures illustrate an experiment to measure the rate of respiration. يعني التجربة دي بتوضح معدل مين؟ معدل الريسبيريشن. In some small animals، في بعض الحيوانات الصغيرة. Which choice in the following table determine the direction، عايز الاتجاه بتاع colored ink drop، اتجاه نقطة الحبر، تمام؟ In the two tubes، في الأنبوبتين. نشوف كده مع بعض. انا عندي اول انبوبه هنا، في هنا جلاس بولز، كرات زجاجيه، وهنا السمول انيمال. طبعا السمول انيمال هنا وهنا هو كده مفيش بلانت عندنا، فالعمليه اللي عندنا دي عباره عن ريسبيريشن، وهو بيسالني كمان عن الريسبيريشن، تمام. طيب في الاولى هنا هو هيعمل ايه؟ هيبتدي ياخد اللي هو الاو 2 ده، هيبتدي ياخده اللي هو السمول انيمال، تمام، ويطلع مين؟ ويطلع مكانه كربون دايوكسيد. يبقى هياخد الـ O2 وهيطلع CO2. هل هنا الدروب اوف انك هتتحرك اوتورد او انورد؟ لا مش هتتحرك. ليه؟ لان الـ O2 اللي هو بياخده، تمام، بيعوض مكانه CO2 بيخرجه. يبقى هنا هتفضل الكالرد انك دروب دي ريمين كونستانت، تبقى كما هي. يبقى هو سحب الـ O2، هو الـ O2 مش من بره يا شباب، هو طبعا من جوه، بس انا عشان الرسم اهو، هو ساحب الـ O2 وطارد السي او 2، تمام كده. فهنا هنقول ريمينز ايه كونستانت، موجوده عندي في الانسر نمبر دي. طب هنا انا عندي هنا سمول انيمالز بتعمل ريسبيريشن، بتاخد اكسجين وتطلع كربون دايوكسيد، بس ما تنسوش ان الكربون دايوكسيد ده ديسولف، يعني السي او 2 هي هتاخد الاكسجين اهو، تمام، والسي او 2 اللي هي هتطلعه هيحصل له ديسولف ان لايم ووتر عشان يخليها ايه، عشان يخليها تربد، تمام. يبقى في كونسامبشن، استهلاك للاكسجين، في ريليزنج اه للكربون دايوكسيد، بس الكربون دايوكسيد ديسولف ان لايم ووتر. يبقى هتبتدي الكالرد انك دروب تتحرك انورد للداخل عشان تحل محل السي او 2 اللي ده اللي تم الديسولفنج بتاعه في اللايم ووتر. يبقى الحركه بتاعتها تبقى انورد. يبقى الانسر معايا نمبر دي. نركز بقى في كويستشن 20 عشان نفهمه كويس. بيقول لي which of the following doesn't increase the rate of respiration، مين ما بيزودش معدل التنفس spontaneously تلقائيا. اول حاجة كده increasing the pH value in blood هتبقى دي هي اللي ما بتزودش. ليه؟ هقول لكم دلوقتي حالا. احنا عارفين ال pH بتاعت البلد دي كام؟ 7.4. 7.4 ده يعني alkaline medium، فانت لو زودت شوية في ال pH هنفضل برضو في alkaline medium. لكن تعالى هنا بيقول لي increasing the carbon dioxide level in blood. طب دي معلومة عارفينها من زمان خالص، ان لما بيزيد الكربون دايوكسيد level in blood بيعمل suffocation. suffocation يعني اختناق. suffocation of living organism. carbon dioxide كتير، فيبتدي ان هو يزود من rate of respiration عشان يحصل على اكبر قدر من الاكسجين. طيب increasing the blood acidity، ما هو increasing level بتاع الكربون دايوكسيد ده بيزود blood acidity، واحنا عارفين ان البلد محتاج الكلاين ميديم، ده كده الكلاين ميديم علشان يعمل فيه، تمام كده، محتاج الكلاين ميديم. يبقى ده برضو لو زادت البلد اسيديتي ده هيؤدي الى زياده معدل الريسبيريشن. طب اخر حاجه بيقول لي ديكريزنج ذا هيموجلوبين ليفل، لو قلل معدل الهيموجلوبين ان ذا ريد بلد كورباسلز. لو قلل الهيموجلوبين او قلت الريد بلد سيلز، ده طبعا بيحفز زياده عمليه الريسبيريشن للحصول على اكبر كميه من الاكسجين. فنمبر بي وسي ودي كلهم
بيعملوا على زيادة الريسبيريشن except increasing pH value in blood. تمام كده شباب، أتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.